كل شيء دير رجلي يومي. عرفتو حيت الماكينه الكبيره ما خدمناهاش، دابا انا النشافه كنشف بها، يعني غيصب ليا هاد المنطه هادي وغنشفها في النشافه، ولكن ما نقدرش انا نصب. انا عرفتو هادي منطه كبيره وثقيله، والماكينه اللي عندي قديمه اصلا باش كنصب فيها غير 6 كيلو، الاخرى جديده عاد اللي فيها 10 كيلو مازال ما درناهاش. ايوا صافي، يلا مسكين شف على المنطه. لا عادي، شوف فيا قلب السطل تما، كاين تما كاين نيت هذاك البانيو، بغيت ندير بغيت نحطها هنا عاد نقلب عاد ندير السطل الاخر. يلا سير ما يخرجش الماء كله. والله الا مسكين الشف على هاد المنطه دار فيا خير، حق الله انا ما غنقدرش كيف ما قال راه بصح. انا يمشي يوري الفيديو للدكتور الثاني يقول لي ها اللي قالت الشوابه ياك عادي. ديريش وعندي يلا يديك وصافي، كون خدمتي الماكينة لازم نغير شريحة تصور. إوا دابا نصايبو إن شاء الله، أي شوية بشوية، أي بشوية عليك، عندك يدك، الله يعطيك صحتك، الله إلا كرمها مسكينة هاديك المنطة. أنا راه الدوش باقا مصلحة ما والو، شوفو راه لي برودوي فين محطوطين ديال الدوش. باقي ما درنا والو، خصني طلع الجليج حتى الفوق شي البرودة فين كتخرج متمشي. كرمتيها مسكينة ديك المنطة، خلي دابا تقطر مزيان ونديرو هاديك الساعة في النشاف داكشي اللي عندك. يلا الله يعاون الله يعاون. عرفت أنا من قبيلة تنعيط عادي العادل ما تيجاوبني، جيت حصلته. السلام عليكم، المهم احبابي هذا الفيديو هذا غتشوفوا فيه لقطات من النهار اللي مشات فيه سناء، الروينه اللي كتبقى مور الضياف، راكم عارفين الروينه كي كتكون. ايوا صافي، ولكن الحمد لله ملي كدوز مع الحباب والصحاب وكنكونوا ضحكين ناشطين ما كيهمناش الحال، واخا تكون الروينه هانيه. وعادي مسكين شافني انا جيت عيانه وجيت كان خاصني ندير المونتاج، صافي هو يدير واحد المبادره ديال انه غيعاوني. ونخليكم مع لا فيديو نشوفوا الشقه ديال الرجال هاد المره. راه حصلتو اليوم تيدير روتيني اليومي بغا يكملها في الشقه.
نعاود تمشي، ولكن ضروري خصني نعاود انا بحال خفف عليا وصافي. وهنايا جمع لي هادشي كله حطونا حاشا كنت ما تخوت لي القهوة الصباح. المهم هادشي كله خصو يتقاد دابا ويتصوب، هو قاد غير انا يجمع الطبيله وقادها وصافي. عاد خصني نقاد دوك الكراطن البارح جبت منهم شي مهينات اللي احتاجيت وكانوا عندي في الكراطن، خصني عاوتاني نقاد دوك الكراطن كاملين ويتستفوا ويتقادوا. وعاد نجي لالا مولاتي الكوزينه شوفوا كي دايره، ولكن شنقول لكم غنتحمس ونصايب هادشي كله. غير هو حتى الصباح ان شاء الله نرتاح صحتي هي الاولى، حيت حاسه براسي انورمال. قد غير داكشي الخفيف بحال هذيك الخنشه غنحيد منها داكشي اللي فيها، هاد لا ديكو غتحيد كامله ديال راس العام فهمتوني، يعني تحيد غير داكشي الخفيف ولا يتحيد، والباقي اللي كثير حتى الصباح ان شاء الله. ونقول بسم الله دابا نقاد غير بيتي ليا هو الاولى نقادو، حيت تنعس فيه خصها تنعس في المقا صافي، وهادشي يبقى هكذا الصباح ان شاء الله. داكشي ماشي كلشي، شوفو الدريسينغ تا هو كيفاش الصباح، حيتاش حطينا فيه هاد البالون صباغ ونعسات سيليا هنايا وبزاف ديال الامور. المهم هو اللي غنبدا بيه دابا 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 نحيدو عليا باش تنعس في المقا. سيليا مشات كتفيق بابا وما نعسوش بعوش خير، انا والله ما نعست. غنجمع بعدا هاد المانطا هادو البونجات راه داهم مع ديال الصالون صافي، غنجمع هنايا نقاد نجفف باش يجيب ليا الناموسيه ديال سيليا البلاصه باش نعس في البيت نقيقي على حسب التفرتيت. داك التفرتيت اللي طرطقنا ديك الطرطقيه عرفتي، راه شنقول لكم عادي الا رشطب هنايا ومع رجلين كنمشيو كنجيو، تخيلوا داك التفرتيت وصلت لهنايا كان غير ماشي مشكل، دغيا 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 نفك كلشي. كندير لكم في المونتاج الفيديوهات، هذا الفيديو ان شاء الله عندي دابا تقريبا 4 الفيديوهات، الفيديو ديال يومين تقريبا تقسم على 4 حيت كبار بزاف ما يمكنش، راه اصغر واحد هو هذا اللي فيه 15، الفيديو قبل منه راه فيه شي 26 دقيقه بزياده. المهم نقسمه على 4 ديال الاجزاء، هذا الجزء الثاني كنظن اها، وعاد بزاف الاخرين. سيليا واخيرا تقاد رجع لطبيعتو بحال هكا صافي. غنعطر ليها دابا البلاصه ديالها، قديت ليها كلشي، هاد العيبتيكه هادي خاصها تكحى شويه هكا صافي. داك العودي ما مسكين بقيت لاوح صافي، غنعطر ليها غير بليصه كيف ما قلت لكم، كلشي تمسح كلشي تبقى، غنعطر ليها بليصه بحال هكا. وهنا ساليت صافي، انا غير كتوصل الربعة د العشيه كنبقى كنبدا نهبط الشراجم، اون فوا كيودي العصر كيلقى الشراجم ديالي كلهم مسدودين صافي. قبل هاد الفضيحه هادي ديال الدريسين كلها حتى هي باش نجمعها ونقادها، واللي غنقي بعدا غنقاد الحوايج حيت تكركبوا كلهم خسروا، ما بقاتش كل حاجه محطوطه في بلاصتها، الفوقانيين ديالهم نقادهم ونرتبهم عاد باش نطوي هذا الشيء ونشطب هنايا ونجفف كل حاجه خصها ترجع. كتعيط يا ليلي يا عين، خصوصا هذا الباليو ديال سيليا هذا اختي، انا راه اللي فيا ما مهنيني، شوفوا عيني كي ولات، راه قلت لكم حتى الصباح ولكن راه اللي فيا ما مهنيني. اش نقول لكم، ما كنعسش مرتاحه والله العظيم، ما كنشوف الراحه الا نعست وداري مرونه كنتخنق والله ما كيدينيش الناس. باي باي نو غيمشي معاك بابا قلت لي فيا مامو، يلا باي باي. السلام عليكم احبابي، المهم اليوم راه لا غدا ليه، واش نقول لكم البارح بقيت كنقول لكم راه صحتي هي الاولى، راه ما غاديش تكمل كلشي، غادي نمشي نرتاح والله العظيم ما جلستش كندير فيها راه ما يتم بالصحه ديالي، والله ما جلست ولا ارتحيت ولا بغيت تيني النعاس ولا قدرت نرتاح نهائيا نهائيا نهائيا، حتى ساليت داكشي كله اللي كان خاصو يدار، مشيت عاودت البلايص اللي قاد عادي عاودت قاديت انا شي امور راكم عارفين، ماشي بحال شقه المراه بحال شقه الراجل، قاديت عاوتاني داكشي جمعت داكشي اللي كان خاصو يتجمع، قديت دريسينغ قديت بيت النعاس عاود جففت كلشي، عاود مشيت للصالون جبت شي تخربيق فان هذوك الكراتن خاصهم يترتبوا ان شاء الله، غيجي عادي اليوم في العشيه غنقولوا غنرتبوا هذيك البلاصه وغنرتبوا هذوك الكراتن، واللي غتحيد تحيد واللي غتبقى تبقى واللي غتعطى تعطى، واللي وجبت من تما شي حوايج ديالتي اللي خصني نحيدهم عليا، بزاف ديال الامور خصهم يتحيدوا. مشيت للكوزينه غسلت الماعن كرمتها واحد
التسييقه ديال استغفر الله كرمته وعادل تبعني ونقر ما كتجلسيش راه غنعيط على البروفيسور راه ما كتجلسيش هاد المره اللي قلتي لي دارني داري راه ما غتبقايش فيا غتبقاي تبكي عليا عاوتاني راه ما كتجلسيش راه دنوك على راسك انا بعدا يدي فوق راسي انا راني قلتها لك عرفتو تبعني ونقر تبعني ونقر ودرني راسي بقوه النقر شربت واحد الكينه ديال دولي برانت تبعتها سوبرادين والو ما كلستش حتى 12 الليل تساليت كلشي بدلت لسيليا قديت لها حالتها رطبت لها لابو مشط لها شعرها بدلت لها حطيتها في بلاصه باش تنعس بالليل هكاك وبقى جالسه كنشوف الكوفوز كنقول ليه وانا نقول لي واحد اللقطه قلت ليه عادي لا هاد الكوفوز قديتو هي دابا شي سيمانه كيرونات ليا سيليا المجر قال لي لا حول ولا قوه عادي دا يدو هكا لا حول ولا قوه الا بالله انا بعدا عييت انا عييت منك ما كتجلسيش وبدات يغوت تنقول له ناري اسكت جيتي ما تسمعتي خليها يسمعوا ما كتجلسيش ما بغيتيش تحطي الراحه لراسك بغات تشرفي قبل من الوقت بدات يغوت عليا صافي في الاخر وانا استسلم الامر الواقع وجلست قلت له صافي انا نجلس ايوا دابا راه دار معايا اتفاق قال لي والو ما تبقايش مازال تقاي الحاجه اللي هكا تقال في الدار وداكشي داك الميناج اللي غيدار غير من سيمانه لسيمانه تبقى تجي عندك المراه تقاد لك الدنيا وتصاوب لك كلشي وتمشي في حالتها صافي حدك حد الطياب صلات عنبي اصلا الصابون وداكشي ما كنقيس حتى حاجه كلشي الماكينه تمن نشر دابا ما بقيتش كنشر ايوا صافي اخيرا استسلمت للامر الواقع وقلت ليه واخا انا راه في واحد القاعده بنادم كيصاوب لي الحاجه وانا تبعاه كنبش تبعاه كنقاد ما كيبردش لي القلب ما عرفتش كيفاش غنشرح لكم ايوا هذا الشيء اللي كان دابا راه صافي اليوم النهار الثاني صافي ساليت كلشي تقريبا عندي غير شي حوايج في النشا خصني نجبد انا باقا تنهضر خصني نوض نجبدهم باش نطويهم نديرهم في الماريو سيليا صافي قربت تخرج من الدار خصني نمشي نجيبها نشوف وقيل وقفات بقى لها 48 دقيقة وقفات نشوف واش نشوف جو بونس باقي نزيدهم ديك 48 دقيقة ايوا صافي خصني نمشي نجيب سيليا من المدرسة العشا ما غنصايبوها لو تيجي قالك هو اللي غيطيب العشا اليوم باش انا زعما نرتاح ايوا صافي هادشي اللي كاين هذا ما كان بالنسبة للفيديو هذا فيديو فيها روتين ديال الروينة تهلاو لي فراسكم ما تنساوناش ملي لايك ديالكم وما تنساوناش ملي كومونتير ديالكم واخا يكونوا غير قليل ونهاركم برك حبايبي نتلاقاو في الفيديو الجاي اللي غيكون غدا ان شاء الله بيسو كبيره باي يلا ما كنظلمو قديت التريسين كله عادي المروينة نتوما دوش لحت مع البيروان بينوار لحت مع الفوطه صافي انا قديت كلشي هنايا مقاد بيتي ليا خلاص راه وريتو لكم قدرت لكم عليها هادشي كله تجبد هاد الروبو تجبد هادشي كله كنت كنقلب على مقله واحد المقله ديال الضو كنطيب فيها وما لقيتهاش هنا عرفتو السلعه عندي شي 10 ديال الكوموند يعني هاد السلعه تقريبا كلها غتمشي ديال لي بارفان والله ما قدرت نقادها تخيلوا خصني نقاد لي كوموند عباد الله ما قديتهمش ليهم والله غير اجلتهم وصافي الدروينه كامله خصها تقادي تحلوا الكراط ملي ترتبوا اللي غتحيد تحيد هانتوما هادو الشيء اللي باقيين ما محلولينش عرفتوا راه واحد الروينه ما نقولش لكم شوفوا الملحه ديال الجميه حلات ليا سيليا الملحه ديال الجميه خوت عليا في الدنيا كامله ها شوف الجميه اللي بقات فين دارها عادل في الشرجم حيت كتحلهم سيليا وكتبقى تلعب بهم هاد الحوايج هما اللي خاصهم حاليا يتحيدوا فيهم النوسات حوايج ديال سيليا حوايج ديال المهم داكشي كله صافي هنايا راه مجموع صافي حيده ديك لا ديكو كلها حيده جمعناها الكوزينه خلاص مجموعه راه المهم مغسولين حيد لي بعدا هذاك الكونجيلاتور حيدته مشى فحالاته صافي واخيرا جمعت الصالون حتى هو دابا كنحيد هاد اللعيبات هادو ديال الكراسه ديال سالامونجي مو سخين الصراحه يلا كنحيدهم بحال هكا باش يتسبلوا وهاد الكراسه غيتمسحوا وغنطلعوهم هنايا فوق الطبله غتمسح الطبله هاد الجهه مسحت هو هادي مازال عاد باش نضربها بالسيقه وصافي انا ساليت